ولمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مقر معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الزميل أحمد رجب مراسل إكسترا نيوز. إليك أحمد. نعم جمانة، لك تحياتي وللسادة المشاهدين هنا في ذلك المعرض، معرض القاهرة الدولية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. خلال افتتاح المعرض ووجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح ذلك المعرض الذي أعرب كثير من العارضين هنا عن سعادتهم بهذا الاهتمام البالغ من الرئيس السيسي بهذا القطاع الخاص والحيوي في جمهورية مصر العربية والتحول الرقمي في جمهورية مصر العربية من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصياته في ذلك الشأن، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الافتتاح أن التحول نحو الرقمنة أو التحول الرقمي في مصر يمثل فرصة هامة وعظيمة في مصر، وهي تتحرك، أي الدولة المصرية تتحرك في ذلك الاتجاه بقوة كبيرة. وأيضا قال الرئيس أن مصر سوق كبير والدولة تتبنى استراتيجية واضحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضمن له النجاح، ولا سيما في جهود مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة وتقليل تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر وهذا المعرض وافتتاح ذلك المعرض أعرب عن استعداد مصر للتعاون مع القطاع الخاص لإطلاق منصة تجارية رقمية في إفريقيا وتكون مماثلة لمواقع إلكترونية تجارية عالمية وكبيرة. وأعرب الرئيس عن سعادة مصر باستضافة مؤتمر الاتحاد العالمي للبريد الذي يعقد لأول مرة في إفريقيا. ذلك المعرض الهام الذي يجمع تحت منصته وتحت مظلته الكثير من الشركات المتخصصة في المجال التكنولوجي، وذلك المعرض الذي أيضا يقبع تحت مظلته الوزارات الحكومية في جمهورية مصر العربية التي تتحول للرقمنة لتيسير خدمة المواطنين، كان يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الدورة رقم 23، مما يعطيه أهمية كبرى بالنسبة لذلك المعرض وذلك المؤتمر. هذا كل ما لدي جمانة، وعودة إليك مرة أخرى في الاستوديو. نعم، الزميل أحمد رجب مراسل إكسترا نيوز كنت معنا من مقر مؤتمر من مقر مؤتمر اتحاد البريد العالمي. شكرا جزيلا لك لكل هذه الإيضاحات.